بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة مادة الآلات الهيدروليكية، أهلا بكم في المحاضرة بعنوان برنولي إيكويشن. محاضرة النهاردة إن شاء الله هنبدأ نتكلم عن معادلة من أهم المعادلات المستخدمة في تحليل الهيدروليك ماشينز أو الهيدروليك سيستمز، وهذه المعادلة يا شباب اسمها برنولي إيكويشن. فمعادلة برنولي من أهم المعادلات اللي احنا إن شاء الله هندرسها في الكورس، وهي معادلة طبعا اكتسبت اهميتها من عدد من المميزات. اول ميزة ان هذه المعادلة معادلة سهلة، معادلة جبرية سهلة في التعويض، ولذلك هي من المعادلات الهامة. الحاجة التانية ان هذه المعادلة بتحل عدد كبير من التطبيقات، يعني في تطبيقات كتير جدا اقدر اطبق برنولي ايكويشن في الحصول على معلومات لحلها او لتصميمها او للاستفادة منها. الحاجة الثالثة شباب ان هذه المعادلة بتربط ما بين مجموعة من المقادير الغير حدسية، يعني بتعالج بعض المكونات اللي من الصعب ان انا بدون معرفتي ببرنولي ايكويشن اعرف ايه العلاقة ما بينهم، زي مثلا العلاقة ما بين البريشر والسرعة، دي من اهم الحاجات اللي برنولي ايكويشن بتجاوب عليها. الحاجة الرابعة والاخيرة ان معادلة برنولي وان كانت معادلة نظرية وفيها بعض الاسامبشنز، لكن هي قريبة جدا من المعادلة الاكشوال اللي بتاخد في الاعتبار هذه الايه الاسامبشنز. فتعالوا كده مع بعض يا شباب نشوف ازاي نثبت اولا برنولي ايكويشن، وبعد ما نثبت هذه المعادلة نبدأ نشوف مع بعض ازاي نقدر نستعملها في حل بعض التطبيقات. تعالوا كده شباب نبدأ مع بعض ونشوف ازاي هنثبت مع بعض برنولي ايكويشن وما هي برنولي ايكويشن. اول حاجة هنقول لو انا فكرت في ان انا عندي فلويد بيتحرك بسرعة V، والV دي يا شباب بشكل عام هتبقى عبارة عن متجه، وهذا المتجه او متجه السرعة بيتغير مع الاكس ومع الواي ومع الزد وكمان مع التايم، يعني السرعة هتتغير من نقطة لنقطة اكس واي زد، وتتغير من زمن لزمن T1 الى T2. يبقى اذا لو تخيلنا ان هذه السرعة او متجه السرعة ده function، فهي function من 4 variables: الx والy والزد والt. طيب الكلام ده هيفيدنا في ايه في الفلويد ميكانيكس؟ الكلام ده هيفيدنا في الهيدروليك ماشينز او الفلويد ميكانيكس لما نيجي نحسب متجه العجلة. متجه العجلة زي ما احنا عارفين هو عبارة عن تفاضل متجه السرعة بالنسبة للزمن، يبقى نقدر نقول عليه دلتا في على دلتا تي. ولما يكون عندي مادة او اندبندنت او ديبندنت فاريبل زي السرعة بيعتمد على اكتر من اندبندنت فاريبل، يعتمد على الاكس ويعتمد على الواي ويعتمد على الزد ويعتمد على تي، بنسميه ماتيريال ديريفاتيف. دلتا في بنكتبه بالشكل ده، دلتا في على دلتا تي، هي دلتا في على دلتا تي هي التفاضل الكلي للسرعة بالنسبة للزمن. ولكن يا شباب السرعة دي دالة من الاكس والواي والزد والتي، فعشان اجيب التفاضل التام بتاعها بالنسبة للتي فقط فبنجمع التفاضلات الجزئية. يبقى الجماعة بتوع الرياضة علمونا، اساتذتنا في الرياضة علمونا ان عشان افاضل دالة تفاضل تام بالنسبة لمتغير واحد من متغيراتها الثلاثة او الاربعة بنعمل نجمع التفاضلات الجزئية. يبقى ده عبارة عن بارشل في على بارشل تي مضروب في الدلتا تي على دلتا تي، زائد بارشل في على بارشل اكس مضروب في الدلتا اكس على الدلتا تي، زائد بارشل في على بارشل واي مضروب في الدلتا واي على دلتا تي، زائد كمان بارشل في على بارشل زد مضروب في الدلتا زد، بس على الشاشة شوية، مضروب في الدلتا زد على دلتا ايه على دلتا تي. يبقى لو انا عايز اجيب متجه العجلة اللي هو التفاضل بتاع السرعة بالنسبة للزمن، يبقى بالنسبة لنا هو عبارة عن بارشل في على بارشل تي زائد بارشل في على بارشل اكس في دلتا اكس على دلتا تي، ودلتا اكس على دلتا تي دي يا شباب هي مركبة السرعة في اتجاه الاكس اللي احنا بنسميها يو، زائد
بارشال في على بارشال واي في دلتا واي على دلتا تي، ودي هي مركبة السرعة في اتجاه الواي اللي احنا بنسميها في سموث، زائد بارشال في على بارشال زد مضروبة في دلتا زد على دلتا تي اللي هي مركبة السرعة في اتجاه زد اللي احنا بنسميها دبليو. فتبص تلاقي ان العجلة كده يا شباب ايه بتساوي بارشال في على بارشال تي زائد مركبة السرعة يو في بارشال في على بارشال اكس، طبعا في دي متجه بشكل مجمل، زائد مركبة السرعة في في بارشال في على بارشال واي زائد مركبة السرعة دبليو في بارشال في على بارشال زد. هتبص تلاقي الاكسلريشن بتتكون من جزئين، جزء بيتفاضل بالنسبة للزمن وجزء بيتفاضل بالنسبة للاكس او الواي او الزد، بنسميه تفاضل بالنسبة للسبيس. فده كده يا شباب بنسميه الترم الاولاني ده بنسميه ايه؟ بنسميه لوكال acceleration اللي متفاضل بالنسبة للزمن ده بنسميه local acceleration. الترم الثاني اللي متفاضل بالنسبة للإكس أو الواي أو الزد أو كلهم مع بعض بنسميه إيه؟ بنسميه الconvective acceleration أو الadvective acceleration. بمعنى إن عشان العجلة بتاعة الفلويد تساوي صفر لازم اللوكال اكسلريشن تساوي صفر، وكمان الادفكتيف او الكونفكتيف اكسلريشن هي كمان تساوي صفر. يعني لو في تغير مع الزمن يبقى عندي عجله، لو في تغير للسرعه مع الزمن يبقى عندي عجله، ولو في تغير للسرعه مع المسافه يبقى برضو عندي عجله. يعني تخيل كده معايا، لو انا عندي خرطوم بهذا الشكل، خرطوم كده بسيط خالص، والفلويد ماشي جوه الخرطوم ده في هذا الاتجاه، فطبيعي اول ما يجرب من الفتحه دي هيبدا الفلويد سرعته يحصل لها ايه؟ يبدا سرعته تزيد صح؟ فهيطلع من الفتحه دي بسرعه اعلى، وليكن مثلا في 2، يبقى لو ماشي هنا بسرعه في 1 هيطلع من النوزل دي بسرعه اعلى عشان المساحه بتاعتها اصغر، فبيطلع بسرعه مثلا في 2. فلو تخيل ان في 1 ثابته مع الزمن وفي 2 ثابته مع الزمن، يبقى في عجله في هذه المساله ولا مفيش؟ الاجابه في عجله، لان عندي المحور ده وليكن مثلا اكس، هلاقي السرعه بتتغير مع الاكس، يبقى في الحاله دي في ايه؟ ادفكتيف اكسلريشن او كونفكتيف اكسلريشن، حتى لو الفي 1 ثابته مع الزمن وكمان الفي 2 ثابته مع الايه؟ مع الزمن. فدي قاعده مهمه جدا، قبل ما نثبت برنولي ايكويشن لازم نتعلم ان العجله بتمثل بتفاضل السرعه بالنسبه للزمن، وهذا التفاضل بينتج منه لوكال اكسلريشن اللي هي بارشال في على بارشال تي، وبيطلع منه كمان كونفكتيف او ادفكتيف اكسلريشن اللي هي يو في بارشال في على بارشال اكس زائد في في بارشال في على بارشال واي زائد دبليو في بارشال في على بارشال زد. وما تنساش ان اليو والفي والدبليو هم عباره عن السرعه في اتجاه اكس والسرعه في اتجاه واي والسرعه في اتجاه زد اللي هو دلتا اكس على دلتا تي ودلتا واي على دلتا تي ودلتا زد كمان على دلتا تي. طيب بالمعرفة البسيطة دي عن ازاي احسب العجلة من السرعة هقدر احاول ابدأ في اثبات برنولي ايكويشن. طيب تعالى كده نشوف ايه فكرة برنولي ايكويشن دي. برنولي ايكويشن دي كده ببساطة شديدة شباب، تخيل ان انا عندي فلو ماشي في التو دايمنشن دول، ده اكس وده زد، مش هسميه واي هسميه زد عشان اخد الوزن معايا في الاعتبار، تمام كده؟ طيب تخيل ان انا عندي فلويد ماشي في هذا المستوى وليكن مثلا ماشي بهذا الشكل، فالفلويد ده بنسميه ستريم لاين، يعني الخط اللي هيمشي عليه الفلويد ده يسمى ستريم لاين. فهنقول الستريم لاين ده ماشي مع محور ثالث نسميه محور اس، خلاص كده؟ يبقى المحور الكيرفلينير اللي ماشي عليه الفلويد هنسميه محور اس. وده طبعا الميزه بتاعته ان بدل ما اوصف المساله كلها بالاكس والزد مع بعض ممكن اوصفها بالاس فقط. طيب كلام جميل، تعال بقى نشوف لو انا تخيلت ان انا عايز اطبق قانون نيوتن الثاني على هذا الستريم لاين. فتخيل كده ان انا عندي اليمنت صغير خالص كده من الفلويد على الستريم لاين ده، يعني تخيل ابسط حاجه ان الاليمنت ده شكل الانبوبه كده،
تمام كده شباب؟ يبقى عندي element على شكل أنبوبة على هذا الستريم لاين. الاليمنت ده عايز اطبق عليه قانون نيوتن الثاني. يبقى تعالى الاول نشوف ابعاده ايه ونحط القوى المؤثره عليه عشان اطبق نيوتن سكند لو. طيب لو فرضنا ان بيضغط عليه الفلويد من هنا بضغط وليكن مثلا بي، تمام كده؟ يبقى الضغط ده لو ضربته في المساحه الصغيره دي هيديني القوه، يبقى القوه دي البي في المساحه وليكن مثلا اسمها دلتا ايه. طيب دي اول ايه؟ دي اول قاعده. طيب زي ما في بريشر بيضغط من الناحيه دي اكيد في بريشر بيضغط من الناحيه المقابله، لكن طبعا الضغط ممكن يتغير من نقطه لنقطه، يبقى البريشر بيضغط اهو من الناحيه الثانيه، لكن قيمته مش لازم تكون بي، ممكن تكون ايه؟ ممكن تكون اتغيرت بمقدار دلتا بي، يعني زادت او نقصت. يبقى على حسب دلتا بي دي موجبه او سالبه مفيش مشكله، يبقى اذا الضغط اتغير الى بي زائد دلتا بي، وده برضو بيأثر على مساحه شبه المساحه الاولانيه بالظبط اسمها دلتا ايه، فده هيديني القوه رقم 2. كلام جميل. ايه كمان؟ بما ان عندي ده زد يبقى بالتالي ممكن يكون عندي وزن، يبقى الاليمنت ده ليه وزن كده والوزن بيأثر عكس اتجاه زد، يبقى ده بالنسبه لي هو دبليو او دلتا دبليو. تمام كده شباب؟ طيب تعالى بقى نشوف الاليمنت ده ابعاده ايه، يعني الطول بتاع الاليمنت ده من هنا لغايه هنا. انا ماشي مع الاليمنت على الستريم لاين اللي هو محور اس، يبقى الطول ده نسميه دلتا اس. دلتا اس ده لو رسمته كده بعيد بره كده، ادي دلتا اس اهو، هيبقى من الناحيه دي كده على محور اكس طوله دلتا اكس، ومن الناحيه دي كده على محور زد طوله دلتا زد، وبالتالي الاليمنت بتاعي مايل بزاويه مثلا نسميها سيتا، بحيث ان الزاويه سيتا في علاقه بينها ما بين ايه؟ دلتا زد ودلتا اكس زي ما انت شايف ودلتا اس. طيب كلام جميل. يبقى ده بالنسبه لنا اللي هو الاليمنت بتاعي بالابعاد بتاعته بالايه؟ القوى المؤثره عليه. طيب نيوتن سكند لو بيقول ايه يا شباب؟ نيوتن سكند لو بيقول في النهايه معادله سيجما الفورس تساوي ايه؟ الماس في الاكسلريشن، صح كده؟ سيجما الفورس تساوي الماس في الاكسلريشن، معدل تغير كميه تحرك اي جسم هيتناسب مع القوه المسببه لهذا التغير ويكون معاها في نفس الاتجاه. يبقى معدل تغير كميه التحرك، كميه التحرك هي الكتله في السرعه، معدل تغير الكتله في السرعه يديني الكتله في العجله، صح كده؟ وده يتناسب مع القوه المسببه، يعني يساوي الفورس زي ما شفنا من قانون نيوتن اللي اكيد طبقناه قبل كده في اي كورس ميكانيكا. المعادله بتاعت نيوتن دي معادله اتجاهيه، يعني لابد ان يكون الفورس متجه والاكسلريشن متجه، فلو انا بطبقها لابد ان انا اطبقها في اتجاه معين، مثلا اتجاه اكس او اتجاه زد او اتجاه اس زي ما انا عايز. يعني ممكن اقول سيجما الفورس في اتجاه اكس تساوي الماس في الاكسلريشن في اتجاه اكس. بالنسبه لنا في المساله هنا هنقول سيجما الفورس في اتجاه محور اس هتساوي الماس في الاكسلريشن في اتجاه محور ايه؟ في اتجاه محور اس. تعالى بقى نطبق هذه المعادله، القوة اللي مع اتجاه محور اس تكون موجبه والعكس اتجاه محور اس تكون سالبه وهكذا. يبقى هنقول دلوقتي القوة اللي مع اتجاه محور اس، اول حاجه البي في الدلتا ايه، صح كده؟ القوة دي ماشيه مع اتجاه محور اس، وبعدين على طول عكسها زي ما انت شايف، اه بالظبط كده، بي زائد دلتا بي مضروبه في الدلتا ايه. بعد كده في الوزن، بس الوزن ده ولا مع اس ولا عكسه، ده مايل على اس. يبقى نحلل الوزن الى مركبتين، تعالى كده نشوف مع بعض. لو بصيت كده للعمودي ده هتبص تلاقي الزاويه دي هي الزاويه سيتا، فالوزن ده لما يتحلل دبليو كوساين سيتا هتبقى في هذا الاتجاه، ودبليو ساين سيتا هتبقى عكس اتجاه محور اس، يبقى سالب دبليو مضروبه في ساين الزاوية سيتا. ده المفروض يساوي الماس بتاعت الاليمنت اللي معانا في الاكسلريشن. الاكسلريشن دي بقى يا شباب عشان نجيبها لازم نرجع نفتكر ازاي جبنا الاكسلريشن في الجزء اللي فات من الايه؟ من المحاضرة. يبقى تعالى نقول الاكسلريشن اللي هي في اتجاه محور اس هتساوي ايه بقى؟ زي ما اتعلمنا هتساوي حاجتين، بارشال في على بارشال تي، ايوه، زائد بارشال في على بارشال اس في دلتا اس على دلتا تي، صح
صح كده؟ المحاور اللي كانت عندي هناك اكس وواي وزد وتي، لكن المحور الوحيد اللي موجود عندي هنا في المساله هو محور اس، عشان كده ده بيوسط المساله. يبقى ده عباره عن بارشال في على بارشال تي زائد بارشال في على بارشال اس زي ما هي، ودلتا اس على دلتا تي عباره عن ايه ده؟ دلتا اس على دلتا تي، اس ده محور المسافه، لما يتفاضل بالنسبه للزمن ده يديني قيمه السرعه اللي هي في. يبقى ده هو مقدار العجله اللي موجوده عندي في المساله. يبقى اذا ده بيساوي الماس في الاكسلريشن، والاكسلريشن هي عباره عن بارشال في على بارشال تي زائد في في بارشال في على بارشال ايه؟ على بارشال اس. ادي المعادله الناتجه من تطبيق قانون نيوتن الثاني على الستريم لاين. هنا بقى يا شباب هنبدا نحط اول اسامبشن في المساله بتاعتي. اول اسامبشن في المساله بتاعتي هيكون عباره عن ستيدي ستيت. الاسامبشن بتاع ستيدي ستيت ربما سمعتوا عنه في مواد هندسيه اخرى قبل كده، اللي احنا بنقول مفيش تغير مع الزمن. كلمة ستيدي ستيت يعني لا يوجد تغير مع الزمن. طب ايه اللي بيتغير مع الزمن هنا؟ اللي هو بارشال في على بارشال ايه؟ على بارشال تي. ادي التغير مع الزمن، ومفيش تغير مع الزمن، يبقى اقدر اقول ان هذا الترم يساوي صفر. يبقى بارشال في على بارشال تي يساوي ايه؟ يساوي صفر. وده كده الاسامبشن رقم واحد. يبقى اذا بي في دلتا ايه ناقص دلتا بي في دلتا ايه ناقص كمان بي في دلتا ايه ناقص دبليو في ساين سيتا، ده المفروض بيساوي ام في 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 بارشال في على بارشال اس. يبقى ادي ايه؟ ادي المعادله في الوضع الحالي. تعالى كده نختصر بعض الترمات مع بعض. واضح ان بي في دلتا ايه وسالب بي في دلتا ايه هيضيعوا مع بعض، يبقى يفضل عندي سالب دلتا بي في دلتا ايه سالب دبليو في ساين الزاويه سيتا يساوي ام في دي في على دي اس. ايه ده؟ دي كانت بارشال في على بارشال اس، ايه اللي خلاها دي في على دي اس؟ لان طبعا الفي بتتغير مع الاس ومع تي، قلنا التغير مع تي بصفر، يبقى بلاش بارشال في على بارشال اس، تبقى على طول تتحول الى دلتا في على دلتا اس، لان مفيش تغيرات بالنسبه للحاجات الثانيه، يعني تتغير مع الاس فقط. يبقى بارشال في على بارشال اس هو هو دلتا في على دلتا اس. طيب كلام جميل. تعالى بقى يا شباب نشوف دبليو يساوي ايه؟ وزن هذا الاليمنت اللي احنا راسمينه، وزن الاليمنت يساوي ايه؟ نبدا بالايه؟ الجاما. فاكرين الجاما؟ الجاما بتاعت الفلويد هو وزن وحده الحجوم. يبقى جاما دي لو ضربتها في الفوليوم ونديله شرطه مايله بس كده عشان ما حدش يقول عليه السرعه، ده هيديني الوزن، صح كده؟ جاما في الفوليوم، وجاما دي كونستانت معروف لاي سائل. يبقى جاما مضروبه في الفوليوم، الفوليوم بتاع الاسطوانه اللي قدامنا دي مساحه القاعده دلتا ايه في الارتفاع بتاعها اللي هو دلتا اس، صح كده؟ يبقى جاما في دلتا ايه في دلتا اس، كلام جميل. طب والام تساوي ايه؟ الام بقى بتساوي رو في الفوليوم، صح كده؟ يبقى الكثافة والجاما لو انتوا فاكرين من المحاضرة بتاعة التعريفات، يبقى ده على طول هيساوي رو في الدلتا A في الدلتا S. يبقى ادي الام وادي دبليو، تعالى نرجع نعوض بقيمهم. يبقى سالب دلتا B في دلتا A سالب جاما في دلتا A في دلتا S في ساين الزاوية سيتا تساوي ام اللي هي رو في دلتا ايه في دلتا اس مضروبه في الفي دي في على دي اس. تعالى بقى نشوف هنختصر ايه دلوقتي من المعادله بتاعتنا. طيب هنبص مبدئيا كده دلتا اس مع دلتا اس. طيب ودلتا ايه ودلتا ايه ودلتا ايه، يبقى اقدر اضيع دي مع دي مع دي، هقسم على دلتا ايه. يبقى ماذا يتبقى من المعادله؟ خلي بالك الترمين اللي على الشمال كلهم سالب، والترم اللي على اليمين موجب. تعال نجيب كلهم في ناحيه واحده، تعال نجيب كل الترمات في ناحيه واحده، يبقى كله موجب. يبقى دلتا بي اهو زائد ها جاما في دلتا اس في ساين الزاويه سيتا زائد ها فاضل ايه هنا؟ رو في في دي في، صح كده؟ ده المفروض يساوي صفر. طيب ايه تاني نقدر نعمله في المعادله؟ تعال كده نشوف
دلتا اس في ساين ثيتا. فاكرين المثلث اللي كنت رسمه من شويه؟ تعال نرسمه مره ثانيه. ادي دلتا اكس وادي دلتا زد وادي دلتا اس، ودي هي ساين، هي الزاويه ايه؟ ثيتا، صح كده؟ يبقى ساين ثيتا، ساين ثيتا هتساوي ايه؟ هتساوي دلتا زد على دلتا اس. حلو خالص. يبقى اذا دلتا بي زائد جاما دلتا اس مضروبه في ساين ثيتا هي دلتا زد زائد ايوه رو في الفي في الدي في، ده يساوي صفر. تعالى كده نشوف يا شباب، لو انا قسمت المعادله دي على رو، لو قسمت المعادله دي على رو ماشي، يبقى دلتا بي على رو زائد جاما في دلتا زد لما اقسمها على رو يفضل مين؟ يفضل جي في دلتا زد، صح؟ لان جاما دي هي رو في جي، زائد هنا قسمنا على رو يبقى في في دي في، ده بيساوي ايه؟ بيساوي صفر. كلام جميل. طيب تعال نشوف لو قدرنا نكامل هذه المعادله، دلتا بي يعني تغير في البريشر، ودلتا زد يعني تغير في الزد، ودلتا في يعني تغير في السرعه، هل نقدر نكامل هذه المعادله؟ تعال كده نشوف. لو انا كملت هذه المعادله من النقطه 1 لغايه النقطه 2، كملت دي من النقطه 1 للنقطه 2، وكملت دي كمان من النقطه 1 للنقطه ايه؟ للنقطه 2. طيب تعال نشوف يؤدي لايه هذا الايه؟ هذا التكامل. عايز اكامل دلتا بي على رو، يبقى هنا هنوصل للشرط الثاني في المعادله. عشان اكامل دلتا بي على رو، تكامل الدلتا بي سهله ببي، بس لو كانت الرو ثابته، يبقى الرو لو ما كانتش ثابته مش هقدر اكامل. يبقى الشرط رقم 2 ان رو تساوي كونستانت، ده الشرط الثاني في المعادله. وده معناه ايه هذا الشرط يا شباب؟ معناه ان الفلويد اسمه ان كومبريسيبل. ان كومبريسيبل يعني هذا السائل غير قابل للانضغاط، او كثافته ايه؟ كثافته ثابته. يبقى افتكر كده معايا، الشرط الاول كان ايه؟ الشرط الاول كان ستيدي ستيت، يعني بارشال في على بارشال تي يساوي صفر. الشرط الثاني رو بتساوي كونستانت، يعني ان كومبريسيبل فلويد. يبقى في الحاله دي اقدر اكمل بسهوله. يبقى اذا واحد على رو تطلع بره التكامل عادي، وتكامل الدلتا بي هيديني بي 2 ناقص بي 1. كلام جميل. زائد الجي ثابته، وتكامل الدلتا زد هيديني ايه برضو؟ ايوه زد 2 ناقص زد 1. كلام مظبوط. زائد تكامل الفي دي في، خلي بالك تكامل الفي دي في هيديني ايه ده؟ ايوه هيديني في تربيع على 2، صح؟ لانه كامل في بالنسبه لنفسها، يبقى هيديني ايه؟ في تربيع على 2، يبقى ادي النص اهو، في في 2 تربيع ناقص في 1 تربيع، مظبوط كده؟ وده المفروض يساوي صفر، لان التكامل مش تكامل الصفر الكونستانت، لا، ده هنا التكامل كله تلاشى، لان ده تكامل محدود. لو انا عملت تكامل غير محدود، تكامل الصفر يديني كونستانت، لكن التكامل المحدود مش لازم ان انا ايه احط ثوابت للتكامل. تعالى كده نرتب المعادله دي شويه كده شباب. يبقى لو انا قلت هاخد النقاط 1 مع بعض وهاخد النقاط 2 مع بعض، يبقى بي 1 على رو، ادي اول حاجه، زائد جي في زد 1، زائد حاجه ثالثه اللي هي اللي هي في 1 تربيع على 2، ادي ايه النقاط اللي هي الاولى، ده المفروض يساوي بي 2 على رو زائد ايوه جي في زد 2 زائد في 2 تربيع على 2. وده بيقول لي ان مجموع المقادير دي عند النقطة 1 يساوي مجموع نفس المقادير دي عند النقطة 2، وده معناه الآتي، ان البي على رو زائد الجي في الزد زائد الفي تربيع على 2 يساوي كونستانت او مقدار ثابت. وهنا شباب نوصل للشرط رقم 3، ان النقطتين اللي انا بتكلم عنهم 1 و2 دول يكونوا على نفس الاستريم لاين، لان انا طبقت برنولي ايكويشن، عذرا طبقت نيوتن سكند لو على نفس الاستريم لاين. يبقى بوينتس، البوينتس بتاعتك اللي هم 1 و2 on the same stream line،
وما معنى on the same streamline؟ يعني ببساطة شديدة جدا يبقى في فلويد هيمشي من النقطة واحد يروح عند النقطة اتنين، بس ادي الشرط اللي هو ايه؟ يربط ما بين النقطة واحد والنقطة اتنين نفس الستريم لاين، يعني الفلويد ينفع يتدفق من النقطة واحد ويروح عند النقطة ايه؟ عند النقطة اتنين. يبقى التلات شروط المهمين والاساسيين بتوع البرنولي ايكويشن، اول شرط ستيدي ستيت، تاني شرط انكمبريسبل، تالت شرط النقطتين واحد واتنين على نفس الستريم لاين، رابع شرط لو انت خدت بالك واحنا شغالين ان انا ما ذكرتش اي تاثير للاحتكاك او اللزوجه او تبدد الطاقه، وبالتالي هيبقى عندي الفلويد بتاعي اللزوجه بتاعته تساوي صفر، وده بنسميه انفيزيد فلو، انفيزيد فلو او فلويد، وده يكافئ ان ايه؟ ميو بتساوي صفر، او ان السرعه الفيلوسيتي جريدينت صغير جدا وبالتالي ما بيحصلش فيه اي احتكاك. يبقى دول الاربع شروط الرئيسيه لبرنولي ايكويشن. فبرنولي ايكويشن يا شباب لو انت ركزت اقدر اكتبها بالصيغه دي اهي، بي 1 على رو زائد جي في زد 1 زائد في 1 تربيع على 2 بيساوي بي 2 على رو زائد جي في زد 2 زائد في 2 تربيع على 2، او اقدر اضرب المعادله دي كلها في رو، يبقى بي 1 زائد جاما في زد 1 زائد نص رو بي 1 تربيع، ده بيساوي بي 2 زائد جاما في زد 2 زائد نص رو في في 2 تربيع. يبقى ممكن اكتبها بالصيغه دي وممكن اكتبها كمان بالايه؟ بالصيغه دي. الحقيقه برنولي ايكويشن ليها اكتر من صيغه، ممكن اقسم المعادله دي كلها رقم 2 دي على جاما، يبقى بي 1 على جاما زائد زد 1 زائد في 1 تربيع على 2 جي بيساوي بي 2 على جاما زائد زد 2 زائد في 2 تربيع على 2 جي. فالمعادله دي هي دي الثلاث معادلات دول نفس الايه؟ نفس المعادله، هي بس مره ضربت في رو مره قسمت على جاما، يعني هي نفس الايه؟ المعادله. كلهم دول بنسميهم برنولي ايكويشن. فبرنولي ايكويشن يا شباب بتقول ان مجموع هؤلاء الثلاث مقادير عند النقطة واحد لازم يساوي مجموع هذه الثلاث مقادير عند النقطة اثنين، وهي دي كده ايه؟ برنولي ايكويشن. يبقى هكتب كده مرة تانية، دي مهمة بقى جدا دي، برنولي ايكويشن. برنولي ايكويشن بتقول لي ايه؟ ان زد واحد زائد بي واحد على جاما زائد في واحد تربيع على 2 جي، ده المفروض بيساوي زد 2 زائد بي 2 على جاما زائد في 2 تربيع على ايه؟ على 2 جي. ادي احد الاشكال الاساسيه بتاعت مين؟ بتاعت برنولد ايكويشن. بس احنا ذكرنا من شويه ان ليها ثلاث اشكال، الفرق ما بينهم كلهم ثوابت، هضرب في رو هقسم على رو، هضرب في جي هقسم على جي، كلهم نفس الايه؟ نفس المعاني، لكن الشاهد ان كده اقدر اربط ما بين الزد اللي هو الارتفاع بتاع النقطه والبريشر والسرعه بتاعتها مع بعض عن طريق مين؟ عن طريق برنولي ايكويشن. تعال بقى يا شباب دلوقتي نشوف ازاي بنطبق برنولي ايكويشن على بعض التطبيقات اللي ما كنتش اقدر احلها الا بمعرفتي بهذه المعادله. اول تطبيق هناخده على برنولي ايكويشن يا شباب هو الفري جيتس، او السرعات اللي خارجه من سائل محبوس داخل خزان الى الهواء الجوي. يبقى تخيل كده ان انا عندي خزان اهو، الخزان ده فيه ميه مرتفعه ارتفاعها اتش، وفي فتحه هنا عند النقطه رقم 2 زي ما انت شايف، فطبعا الميه هتقعد تتدفق من الفتحه دي بهذا الشكل. طيب لو نفس الكلام ده بس الفتحه دي بدل ما هي افقيه بهذا الشكل هتبقى رأسية، يبقى إذا السائل هيتدفق بشكل رأسي من الفتحة رقم 2. يبقى لو عندي خزان الارتفاع بتاع المية جواه اتش والسائل بيتدفق من الفتحة بتاعته، عاوزين نعرف مقدار السرعة اللي هيتدفق بيها السائل من هذه الفتحة. يعني ببساطة شديدة يا شباب كأن عندك جزازة بهذا الشكل شايف، وجواها سائل، والسائل ده بيبدا يتدفق من فتحه كده بهذا الشكل، القطر بتاعها مثلا دي، وارتفاع السائل فوق هذه الفتحه مقداره اتش، وعايزين نعرف مقدار السرعه اللي هيتدفق بيها السائل من الفتحه دي.
فتعالى كده نشوف ازاي برنول ايكويشن بتحل هذا الامر بمنتهى البساطه. يبقى انا هتخيل دلوقتي ان انا عندي خزان اهو، والخزان ده فيه فتحه كده، والسائل اللي جوه الخزان الارتفاع بتاعه كده فوق الفتحه دي بمسافه ولتكن مثلا ايه اتش، ادي الايه الارتفاع بتاعي اتش. واحنا عايزين نعرف السرعه اللي خارج بيها الفلويد دي في، السرعه دي تساوي كام؟ ده اللي احنا عاوزين ايه؟ اللي احنا عاوزين نعرفه من المساله بتاعتنا. طيب لو انا قلت على السطح هنا في نقطه سميتها النقطه واحده، النقطة دي المفروض أتخيل إن هي تفضل تتحرك تتحرك لغاية ما هتخرج من هنا، صح كده؟ يبقى هفترض إن اللي خارج هنا النقطة رقم 2 عند الـ 3 جيت دي. يبقى في ستريم لاين أهو من 1 لغاية إيه؟ لغاية 2، يبقى بالتالي أقدر أطبق برنولي إيكويشن ما بين النقطتين 1 و إيه؟ 2. يبقى زد 1 زائد بي 1 على جاما زائد في 1 تربيع على 2 جي. ده المفروض بيساوي زد 2 زائد بي 2 على جاما زائد في 2 تربيع على 2. كلام جميل. تعال بقى نشوف واحده واحده كده، زد 1 وزد 2 تساوي كام؟ بص كده انا هبدا اقيس الزد دي راسي، فلو تخيلت ان انا هقيس من عند النقطه رقم 2 يبقى زد 2 بصفر، والزد 1 هتديني كام؟ هتديني القيمه اللي هي اتش. يبقى زد 1 هتساوي اتش، وعلى طول زد 2 هتساوي صفر. طيب كلام جميل. زائد بي 1 وبي 2، تعال نشوف البريشر بي 1 وبي 2. البريشر بي 1 انا على السطح هنا معرض للهواء الجوي، يبقى الضغط يساوي الضغط الجوي، ولو انا شغال جيج يبقى الضغط الجوي ده قيمته بصفر. طيب هنا انا خارج خلاص في الهواء الجوي، الجيت ده اسمه فري جيت، يعني خارج من الخزان الى الهواء الجوي. فخلاص طالما خارج للهواء الجوي يبقى الضغط كمان بتاعه يساوي الضغط الجوي، وده بيساوي صفر جيج. يبقى ادي البريشر بي 1 وبي 2. طيب السرعه في 1 وفي 2، تعالى كده نشوف السرعه في 1 وفي 2. طبعا معلوم ان السطح رقم 1 ده هينزل لاسفل كل ما يمر الوقت، لكن لو تخيلت السرعه بتاعته مقارنه بالسرعه عند النقطه رقم 2، نقدر بسهولة شديدة جدا نخمن ان هذا السطح هينزل ببطء شديد جدا مقارنة بالسرعة بتاعت الجت. يعني تخيل كده لو السرعة عند 2 بواحد متر في الثانية، السرعة عند 1 ممكن تكون ايه؟ مثلا 1 من 100 متر كل ثانية. فلما تيجي تربع كمان في برنولي ايكويشن، الواحد من 100 لما تربعه يبقى 1 من 10,000. فبالتالي القيمه بتاعه في 1 اقل بكتير جدا من في 2، فسهل جدا ان احنا نعتبرها بصفر مقارنه بالسرعه في 2. وما هي في 2؟ دي السرعه اللي انا عايز احسبها اللي هي في تربيع على 2 جي. يبقى بالتالي بتنسيق المعادله دي هتبص تلاقي الفي دي بتساوي الجذر التربيعي ل 2 جي اتش، ودي معادله في منتهى البساطه. بس بمجرد ارتفاع، بمجرد معرفة ارتفاع السائل داخل الخزان اقدر احسب سرعة السائل اللي هيخرج من هذا الخزان بالعلاقة جذر 2 جي اتش زي ما اثبتتها برنولي ايكويشن. وفي الحقيقة برنولي ايكويشن لا تأخذ في الاعتبار ان الجت ده طالع افقي ولا طالع رأسي، يعني السرعة بتاعة الجت الافقي زي السرعة بتاعة الجت الرأسي طالما الاتش هي هي. يبقى بالتالي مفيش اي فرق ما بين المسالتين اللي قدامنا هنا شباب، بس بمجرد معرفه الاتش بكام اقدر اجيب السرعه عند هذا المخرج بجذر 2 جي اتش. يبقى ده بالنسبه لنا شباب هو التطبيق الاول على برنولي ايكويشن.